السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح ونحل مع بعض تمارين ودروس الصفحة 12، صفحة 13، 14 و 15 للسنة الثالثة متوسط. ما عليكم غير تتابعوا معايا في هذا الفيديو وتفتحوا معايا الكتاب في هذه الصفحات. نبدأ على بركة الله. بسم الله. Task 6. I listen to the interviewer and take the answer that suits me best. هنا رايحين تسمعوا نص. نص كاين شخص راهو داير حوار، راهو يتحدث. هنا انت رايح تسمع الأسئلة نتاعو وتجاوب من خلال هذه الخيارات الإجابة اللي انت تخرج عليك، اللي انت تخيرها، ماشي تسمع الإجابة، إجابة انت تخيرها. هنا رايحين تسمعوا تخيروا الإجابة، ومن بعد في تمرين 7 هنا تاسك 7 تكتبوا الأسئلة. إذا أنا هنا درت لكم تمرين 6 وتمرين 7 مع بعض، الأسئلة مع الأجوبة. إذا هنا الانترفيور هو الشخص اللي راهو يدير في الحوار، هو اللي راهو يسقسي في الأسئلة. What do you like reading؟ السؤال هو What do you like reading؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ Mangas, other comic strips, books about history, books about science, books about animals. ولا others. Other عفوا. إلا كاين كتب أخرى تحب تقرأها، ولا مجلات، ولا اي حاجة اخرى تحب تقراها تكتبها هنايا في other، معناتها خيارات اخرى. هنا هو سقساك what do you like reading، وش تحب تقرا. انت جاوب من هذه الخيارات كيما تحب، كتب العلوم، كتب حول الحيوانات، مجلات كرتونية، مجلات رياضية، كيما تحب. انا هنا درت لكم I like reading books about history، كتب حول التاريخ. اذا هذا السؤال والجواب انت اللي تخيره. السؤال الثاني How often do you read؟ How often do you read؟ معناتها شحال من مرة تقرأ في اليوم، ولا في الأسبوع، ولا في الشهر؟ الجواب يبقى خيار ليك نتايا. Always at weekends، دائما في عطلة نهاية الأسبوع. Always in the holidays، دائما في العطل. Always before I sleep، دائما قبل أن أنام. Every day، يوميا. وعندك أذر خيارات أخرى، تحب تقول كل ساعة كل دقيقة، كيما تحب اكتبها هنا خيارات أخرى. إذا طرح السؤال حول عدد المرات لمعرفة عدد المرات اللي تمارس فيها النشاط نتاعك يكون ب how often وتكمل. إذا how often do you read، هنا جاوبت لكم ب every day، يوميا. كل واحد يخير الجواب اللي يحبه. Number 3 What kind of music do you listen to؟ What kind of music do you listen to؟ نوع الموسيقى اللي تستمع لها. عندنا موسيقى كلاسيكية classical music، Algerian music موسيقى جزائرية، rap اللي هو الراب، other دير أنواع موسيقى أخرى، ولا I never listen to music، لا أستمع إلى الموسيقى أبدا. إذا هنا أنا جاوبت ب Algerian music. ده تقدر تدير I never listen to music، اللي ما يسمعش الموسيقى كامل يدير I never listen to music. إلا عندكم أجوبة أخرى اكتبوها هنا في other. السؤال الرابع والأخير What kind of games do you like؟ نوع الألعاب اللي تحبها. What kind of games do you like؟ chess الشطرنج، crosswords الكلمات المتقاطعة، video games ألعاب الفيديو، بيارد، سنوكر، ولا كاين ألعاب أخرى تديرها. I never play games، ما نلعبش كامل الألعاب، كيما تحب. إذا الجواب أنا درت لكم فيديو جيمز، لأنه على بالي بزاف اللي يلعبوا الفيديو جيمز، ألعاب الكمبيوتر، ولا دايما في التليفون غير تلعبوا. إذا what kind of games do you like؟ درو جاوبت لكم بفيديو جيمز. إذا هذا هو التاسك 6 والتاسك 7 مع بعض، لانه التاسك 7 راح تعاودوا تسمعوا تو ذا انترفيور وتكتبوا الاسئله اللي راني كتبتها لكم. التمرين الثامن I work with my partner and interview him or her as in the example. هنا راح ديروا تمرين جماعي، رايح تكتب تخدموا انت وزميلك، رايحين تسقسيه اسئله كيما اللي كنا نسقسوا فيها الان وهو يجاوبك. انت تسقسيه هو يجاوبك، وانت تسقسي هو يجاوبك.
I know you like reading. هذو أمثلة رح مثال رح تكتبوا عليه. I know you like reading. So what do you read؟ على بالي باللي تحب القراءة. إذن وش تقرأ؟ My partner جاوبني. I read encyclopedias and other books about science and animals. نحب نقرأ كتب حول العلوم والحيوانات ونحب نقرأ في الإنترنت والمواقع. إذن how often do you read for example? I always read after school, at the weekend, إلى غيرها, before I sleep, إلى غيرها. الأجوبة راح نتخيروها من التمرين السادس, طريقة طرح السؤال, والجواب نتاعو من التمرين رقم 6. تخدم أنت وزميلك, واحد يسقسي واحد يجاوب, ومن بعد اللي كان يسقسي هو اللي يجاوب, اللي كان يجاوب واللي هو اللي يسقسي. أنا هنا درت لكم مثالين يعاونوكم. أوكي, إذن I know you like listening to music. على بالي بلي تحب تسمع للموسيقى. So what kind of music do you prefer? إذن ما نوع الموسيقى التي تفضلها؟ صديقي I like rap ولا I like jazz. نحب الراب ولا نحب الجاز. How often do you listen to it? How often do you listen to music? ولا how often do you listen to it? It تعود على الموسيقى. I usually listen to my favorite music in weekends. In weekends, okay, ولا at, عفوا هنا at weekends, not in. أعتذر. At weekends, not in. أعتذر, نقرأ فيها ونعاود. أعتذر, خاطئة. إذن I usually listen to my favorite music at weekends. ولا every day, ولا always in the holidays. كيما تحبوا تجاوبوا, جاوبوا. عندنا سؤال آخر. What kind of games do you like? نوع الألعاب اللي تحب. I like video games. How often do you play on these games? I always play after school. دايما نلعب video games بعد المدرسة. إذن هذه هي الطريقة نتاع الأسئلة والأجوبة. أنت وزميلك خيروا كما تحبوا وجاوبوا كما تحبوا. المهم هنا طريقة طرح السؤال تكون صحيحة وطريقة الإجابة عليه أيضا تكون صحيحة. نروح الآن للتمرين أو للصفحة 13, number 13. أعتذر. Task 10. I listened to the BBC radio interview part 1 and fill in the first part of each teenager's profile. نرايحين تستمعوا للانترفيو, فيه متحدث, interviewer, their interview, حوار مع زوج مراهقين. هذو زوج مراهقين رايحين تسمعوهم يتحدثوا وتعمروا البروفايل نتاعهم اللي هي معلومات الشخصية الخاصة بهم. عندنا هذا وهذه. إذا البروفايل وش فيه؟ personal information, معلومات شخصية نتاع هذا الشخص. Please write in block capitals, تكتبوا كلش بالcapital letters. First name, اسمه الأول, الشخصية الأولى اللي راهي تتحدث اسمها آدمو. آدمو. Last name, عنوانه هو فافانا. أوكي, فافانا. الناشيوناليتي نتاعو, الجنسية نتاعو هي نيجيريان, من النيجر, إذا هو نيجيريان. كونتري, بلده هو نيجر. أوكي, نيجر. الأيج هو 13. سكس هو ميل, تكتبو أم إذا كان ميل ذكر وأف إذا كان فيميل أنثى. إذا آدم فافانا is a Nigerian, he is from Nigeria, he is 13 and he is a male. البروفايل الثاني عندنا first name انتحها هو ماريا, اسمها ماريا. last name, لقبها هو Perdito. nationality انتحها هي Peruvian. okay, Peruvian, من البيرو. okay, country انتحها هو البيرو. nationality عفوا انتحها هي Peruvian. الأيج هو 14 years. sex هو female, F for female, أنثى. إذن هذه هي ماريا Perdito. She is Peruvian, she is from Peru, she is 14 and she is a female. وهنا داروا لكم الخريطة نتاع النيجر باش تعرفوا الموقع نتاعها, هاي لكم تحت الجزائر. وهنا داروا لنا الخريطة نتاع البيرو, هاي لك وراي الخريطة نتاع البيرو. ثم I work with my partner, we discuss our answers and correct each other. كي تعمروهم انت وزميلك تقراوا الإجابة نتاعكم نتاع بعضاكم وتصحوا البعضاكم إلى كشما كاين.
أخطاء. نروح الآن إلى الصفحة 14. تعاودوا تستمعوا إلى نفس المتحدث هاوليكم اللي راهو يدير في الانترفيو مع هذين ماريا أند آدمو. تعاودوا تسمعوا to the interview part 2 الجزء الثاني and cross out the wrong information between brackets in each teenager's profile. هنا الاهتمامات نتاع كل شخص, الانترست هو الاهتمامات نتاع كل شخص. عندنا مجموعة من الاهتمامات اللي غلطة the wrong information المعلومة الخاطئة نخرجوها, نخلو غير المعلومات الصحيحة والاهتمامات الصحيحة نتاع كل شخص. إذا آدمو he is interested in plants and animals, birds ما قالش birds. He is bored of ولا fan of bird watching. إذن he is fan of, إذن عفوا هنا الخطئين اللي راني داير عليهم X, أعتذر. إذن he is interested in birds, in birds. هنا ندرنا الإصحاح, هذو الغلطين. He is fan of bird watching, هو من محبي مشاهدة الطيور, ماشي he is bored of. He is fan of, bored معناتها كاره منهم. He always watches them at weekends, إذن الخطأ هي never. He can watch them for hours, يقدر يتشاهد العصافير أو الطيور لساعات بلا ما يكره منها لأنه يهتم بها. إذن كانت هي الخاطئة. He never gets bored, ما يملش أبدا منهم. إذن always هي الخاطئة. إذن هذو اللي في دوائر هي الإجابات الصحيحة, اللي عليهم علامة X الحمراء هي الخاطئة. إذن آدمو يحب الطيور, هنا حطونا الطيور أمامنا. نشوفوا ماريا. ماريا she is interested in plants, تحب النباتات. أعتذر, تحب النباتات. She is keen on botany. Botany هو علم النباتات. She always goes for a walk in the mountains on Sundays. دائما تروح تتمشى في الجبال أيام الأحد. إذن always. She can tell the names of many plants. عفوا. In Quechua, her native language. Native language اللغة نتاع البيرو هي كيتشوا. إذن تقدر تقول لنا عدة تسميات نتاع النباتات باللغة نتاعها. She can't remember all their English names. هنا قلت لهم ما نقدرش نقول لكم تسميات النباتات كامل باللغة الإنجليزية لأنه اللغة نتاعها هي كيتشوا, لغة البيرو ماهيش الإنجليزية. إذن هذا هما الأجوبة الصحيحة, واللي عليهم علامة X بالأحمر هما الغلطين. إذن هكا عمرنا البروفايل نتاع الاهتمامات نتاع كل شخص فيهم. نروح نزيدو, عندنا الجزء الثالث والأخير اللي رايحين تستمعوه في القسم. أنا هنا قلت لكم النص المسموع ما عنديش, أعتذر. الجزء الثالث, وتخيلوا الكلمات that best describe each winner's personality. هذو الزوج أشخاص هما اللي فازوا في مسابقة. إذن رايحين يوصفونا الشخصية نتاعهم. انتم تسمعوا للوصف نتاع الشخصية نتاعهم وتخيروا الكلمات اللي توصف الشخصيات نتاعهم. Personality features. Personality features هي الصفات اللي توصف الشخصية نتاع الإنسان. إذن آدمو he is cool, patient, sociable and shy. Cool رائع, patient صبور, sociable شخص اجتماعي, وshy خجول. إذن هنا adjectives هما الصفات. أما ماريا's profile, personality features نتاعها, she is calm هادئة, friendly ودودة وصديقة, respectful towards nature محترمة للطبيعة, و curious فضولية تحب تعرف بزاف أسوالح. إذن هذا هو الوصف نتاع كل شخصية فيهم, شخصية آدمو وشخصية ماريا. ثم تاسك 16, تعاودوا تستمعوا وتصحوا الإجابة نتاعكم, والتمرين الأخير أنك تخدم مع جروب مع زملائك وتجاوبوا وتصحوا الأسئلة والأجوبة نتاع الصفحة 14, صفحة 12 و13 و14 و15. التمارين كامل اللي خدمناهم
تتجمعوا في جروب وتصحوا لبعضكم. اذا هذه هي الصفحات اللي موجوده في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو مع الشرح نتاعها والحلول تفيدكم وتستفادوا. مع ليا غير نقول لكم بقاو على خير، ربي يوفقكم وينجحكم. نتلاقاو في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، في امان الله.